On a fait combien, madame? Oui, de l'eau. الاسلام هو حركة، فهمني؟ تنجم تمشي للأقصى وتنجم ما تمشيش للأقصى، فهمني؟ أما رأي الحركات النضالية تنجم تتطور مع أكثر، هذه كبداية أولى، فهمني؟ ونحن بفعلنا عملنا الاعتصام مفتوح، فهمني؟ داخلين المعركة ومسميين برشا حاجات وبرشا تطورات تكون فيها، ونستناو في ردود فعل من الحكومة، كما شفنا، ما دخلنا الاعتصام هذايا إلا ما ضحينا برشا، فما شكون مات في قفصة، فما شكون اللي قاعد ضحى. شبيبتنا اليوم جميع واي حزب سياسي يركب على دم الشهيد. بالنسبه لنا احنا لا، هذه خط احمر. الشهداء اللي صمصروا بهم الاحزاب بعد الموت بتاعهم، فهمني، في اجندات، هذه لا مجال له. بالنسبه لنا حاسمين في الموضوع، في الموقف هذايا حاسمين فيه حسم نهائي، واذا هما باش يدخلوا باش يعملوا باش يستنوا باش ينتظروا منا كل شيء زاد. دجاج يا خميس، دجاج دجاج يعني أطفال السيدة دي علينا فيها ثورة كبيرة برشا، مش من حقنا، مش من حقنا باش نضيعوا دمو، مش من حقنا بل من واجبنا أن نردوا الاعتبار الدوسي بعد 300 شهيد اللي توا خذوا حقهم، بعد عدم تفعيل العدالة الانتقالية أنه يسقط شهيد وثلاثة والرابع في قفصة ربهم لكريم وجهه. كفاية دم، يزينا الدم، الشعب التونسي راهو ما يحبش الدم، وأنا متأكدة لو حتى نهجموا على الناس بمسكاكن ولا بالسلاح الناري ما نجمش نردوا فعل بالعنف، لأنه كما قال الشهيد شكري من عين يحبوا يجلبوا لنا المربع العنف، ولن تحلهم في المربع العنف. الشعب التونسي طبعه شعب مسالم، شعب ما يحبش العنف، ثورتنا كانت ثورة. جبهة الإنقاذ الوطني شنو هي المعايير نتاعها؟ إذا باش تقول لي اليوم إنقاذ وطني وجبهة كاملة، أشكون تكون فيها ساعة أول حاجة الجبهة؟ الجبهة هذه شكون تكون فيها؟ هل تكون فيها نداء تونس؟ فهمني اللي هو مثل السياترة؟ فهمني؟ أو باش يكون معاهم زاد حركة النهضة بتوافق مع بعضهم؟ هذه بالنسبة لنا احنا هذه هذه جبهة الإنقاذ لازم توضح شنو هي يعني حكومة إنقاذ وطني؟